أهلا بيكم، معاكم دكتورة هبة زكريا أبو حشيش، مدرس الملابس والنسيج بقسم الاقتصاد المنزلي كلية البنات جامعة عين شمس، ودي محاضرة في مادة تراكيب نسجية. المحاضرة بعنوان Plain Weaves، وهنتعرف في المحاضرة دي على التركيب النسجي السادة وأهم خصائصه. البلين ويف أو التركيب النسجي السادة، وبيطلق عليه اسم الكاليكو أو التابي ويف، وبيعتبر أبسط تركيب نسجي موجود. والتركيب النسجي السادة ليه تطبيقات كتيرة وبيستخدم على نطاق واسع. البلين ويف أو التركيب النسجي السادة هو الأقدم والأبسط والأكثر استخداماً. أقل عدد من خيوط السدة واللحمة اللازمة لعمل تكرار نسجي واحد من البلين ويف هو فتلتين للسدة وفتلتين للحمة. المنطقة دي بتعبر عن وحدة تكرار وبناء التركيب النسجي السادة بسهولة. هنا بنقدر نشوف إنه الخيوط المتجاورة ليها حركات متبادلة مع بعضها، لما بيكون خيط من الخيوط ظاهر لأعلى اللي جنبه بيكون لأسفل والعكس. بعد كل حدفة من حدفات خيوط اللحمة، خيط السدة بيتغير وضعه بحيث إنه الخيط العلوي بينزل لتحت والسفلي بيطلع لفوق. المقطع العرضي للنسيج السادة بيبين حركة الخيوط لأعلى وأسفل. يمكن تمثيل التركيب النسجي السادة على ورق المربعات. لما بيكون المربع فيه علامة، ده معناه إنه خيط السدة لفوق وخيط اللحمة تحته، وبيطلق على النقطة دي اسم الوارب أوفرلاب. ولما بيكون خيط السدة بيمر تحت خيط اللحمة، فالمربع بيتساب فاضي وبيطلق على النقطة دي اسم الويفت أوفرلاب. خصائص التركيب النسجي السادة أو البلين ويف كاركترستيكس: رقم واحد، بيحتوي على أقصى عدد من البندنج بوينتس، وهي نقاط التقاء خيوط السدة واللحمة. رقم اتنين، الخيوط في التركيب النسجي السادة بتتعاشق بطريقة تبادلية. رقم تلاتة، كثافة الخيط المستخدم محدود. رقم اربعة، سمك القماش البلين وكتلته محدودة. رقم خمسة، القماش السادة بيعتبر أقوى قماش يمكن إنتاجه مقارنة بالأنواع التانية من التركيب النسجية. هنبتدي دلوقتي نعبر عن التركيب النسجي البلين ويف ستراكتشر بورق المربعات أو البوينت بيبر عن طريق الكانفاس ريبريزنتيشن ميثود، زي ما شرحناها في المحاضرة اللي فاتت. وقلنا إنه لما بنيجي نعبر عن التركيب النسجي في ورق المربعات، هنعتبر إن كل خط رأسي هو خيط من خيوط السدة، وكل خط أفقي هيمثل لي خيط من خيوط اللحمة. وزي ما قلنا، التركيب النسجي البلين بيتكرر عن على او الريبيت يونت بتاعته عباره عن فتلتين للسده وفتلتين للحمه. ففي البدايه خالص نبتدي نحدد المربع اللي احنا هنشتغل فيه، اللي هو هيكون فيه خيطين من خيوط السده وخيطين من خيوط اللحمه. انا دلوقتي حددت المساحه اللي انا هشتغل فيها. هنبدأ دلوقتي نرقم الخيوط. هنبدأ بخيوط السدة. ترقيم خيوط السدة هيبدأ من تحت على الشمال، فهيبقى عندي ده هو أول خيط وده هو تاني خيط. يعني أنا عندي رقم واحد هيمثل لي أول فتلة أو أول خيط من خيوط السدة، ورقم اتنين هيمثل لي تاني خيط من خيوط السدة في الريبيت يونت أو في الوحدة، وحدة تركيب أو وحدة بناء البلين ويف ستراكتشر. دلوقتي هنبدأ نرقم خيوط اللحمة. ولما بنيجي نرقم خيوط اللحمات، بنبدأ من على الشمال، من تحت على الشمال. فهيبقى عندنا هنا ده هيبقى رقم واحد، دي هتبقى أول خيط من خيوط اللحمة في التكرار النسجي أو التركيب النسجي البلين، ودي هتبقى رقم اتنين أو تاني خيط من خيوط اللحمة في الريبيت يونت بتاعة التركيب النسجي البلين. دلوقتي احنا حددنا الريبيت يونت ورقمنا خيوط السدة ورقمنا خيوط اللحمة. دلوقتي عايزين نبدأ نملأ التركيب النسجي. احنا هنبدأ دايما في لما نيجي نملأ التركيب النسجية في الكانفاس ميثود، هنبدأ دايما بالمربع اللي تحت على الشمال. المربع اللي تحت على الشمال ده بيعبر لي نقطة التقاء خيط السدة الأولاني مع خيط اللحمة الأولاني. فأنا عندي خيط السدة الأولاني بيبقى بيمر من فوق خيط اللحمة الأولاني، وبعدين بيمر من تحت خيط اللحمة التاني. فأنا عندي أول مربع
يعتبر warp overlap، يعني خيط السدة فوق خيط اللحمة. وإحنا طبعا قلنا إنه لما يكون في warp overlap بنعبر عنها في الكانفاس ميثود بإن إحنا بنظلل المربع أو بنحط فيه علامة X. فإحنا هنا هنحط علامة X علشان نقول إن المربع الأولاني ده، المربع ده بيعبر لي عن warp overlap، يعني فتلة السدة فوق فتلة اللحمة. دلوقتي دي بالنسبة لفتلة السدة الأولانية. فتلة السدة الأولانية طبعا قلنا إنها بتمر فوق اللحمة الأولانية وتحت اللحمة التانية، فيبقى دلوقتي عندي المربع ده بيعبر لي عن ويفت أوفرلاب، أو فتلة اللحمة هي اللي فوق فتلة السدة، فهنسيب المربع ده فاضي. بالنسبة لفتلة السدة التانية الحركة بتاعتها بتبقى حركة عكسية. يعني ايه؟ يعني دلوقتي الفتلة الاولانية هي كانت بتمر من فوق اول لحمة ومن تحت تاني لحمة. طبعا احنا قلنا ان قاعدة البلين هي قاعدة تبادل. يعني ايه؟ يعني مفيش حركتين او مفيش فتلتين جنب بعض ليهم نفس الحركة، تمام؟ بتبقى حركتهم عكس بعض. يعني دلوقتي فتلة السدة التانية هتبقى هتمر من تحت فتلة اللحمة الأولانية وهتبقى فوق الفتلة التانية بتاعة اللحمة. يعني عندي المربع الأولاني هيبقى فيه ويفت أوفرلاب، يعني فتلة اللحمة هي اللي فوق، وبعدين هتيجي فتلة السدة تمر فوق اللحمة التانية بالشكل ده. يبقى احنا هنا طبقنا قاعدة التبادل. يعني ايه؟ يعني الفتلة الأولانية بتمر فوق وتحت، فوق اللحمة الأولانية تحت اللحمة التانية. الفتلة التانية اللي هي بتاعة السدة هتبقى عكسها، تحت اللحمة الأولانية وفوق اللحمة التانية. احنا كده يعتبر رسمنا الريبيت يونت بتاعة البلين ويف ستراكتشر. الريبيت يونت بتاعة البلين ويف هي وحدة بناء التركيب النسجي البلين. وطبعا علشان أعمل تصميم سادة بقوم بتكرار الريبيت يونت أكتر من مرة على حسب حجم التصميم. التكرار بيكون عن طريق مضاعفة عدد خيوط السدة واللحمة. يعني مثلا لو أنا عايزة أعمل تكرارين من البلين ويف ستراكتشر، يبقى التكرارين دول هيكونوا على 4 خيوط للسدة و4 خيوط للحمة. أنا بضاعف عدد الخيوط. لو عايزة أعمل 3 تكرارات هعمل الثلاث تكرارات دول هيكونوا على 6 خيوط للسدة و6 خيوط للحمة وهكذا. فتعالوا دلوقتي نشوف ازاي هنعمل تكرارين للريبيت يونت او للبلين ويف. هبتدي الاول خالص باني هحدد المساحة اللي انا هشتغل عليها. فالتكرارين عندي هيبقى عندي 4 خيوط للسدة و4 خيوط للحمة. يبقى انا هحدد الاول خالص المساحة اللي انا هشتغل فيها بالشكل ده. دي أول خطوة. الخطوة الثانية أن أنا هبدأ أرقم عدد الخيوط. أرقم خيوط السدة الأول، 1 2 3 4، دي خيوط السدة. وبعد كده هبتدي أرقم خيوط اللحمة. الخطوة اللي بعد كده هبتدي أملى التركيب النسجي بتاعي. لو أنا لسه في الأول وهحس أن أنا متلخبطة، أبتدي الأول خالص أحدد الريبيت يونت الأساسية بتاعتي، تمام؟ دي هتبقى عندي الريبيت يونت الأساسية بتاعتي، وهملى التركيب النسجي زي الريبيت يونت الأساسية اللي احنا عملناها سوا دي. بعد كده هبتدي أكرر التركيب النسجي بتاعي. هبتدي أكرره بالشكل ده واملى التكرارات بتاعتي كلها بنفس الريبيت يونت اللي احنا عملناها في الأول. ده هيكون شكل تكرارين في اتجاه السدة واللحمة. يعني احنا بنكرر في الاتجاهين، ما بنكررش في اتجاه واحد. لما بنقول هنعمل 2 repeat units مثلا من البلين، يبقى انا هكررها في اتجاه السدة واتجاه اللحمة. وطبعا بنكمل الجزء ده علشان يبقى التصميم عندي كامل. بنكرر في اتجاه السدة واللحمة وبنملى المربع اللي باقي ده علشان يدينا تصميم كامل. طيب لو انا دلوقتي عايزة اعمل مثلا 3 تكرارات، هيبقى عندي ايه؟ هيبقى عندي 6 خيوط في السدة و6 في اللحمة. يبقى هنكررها على 6 مربعات في السدة و6 مربعات للحمة. يبقى هنحدد المساحة اللي انا هشتغل فيها الاول بالشكل ده زي ما عملنا في الاول، وبعدين ببتدي أرقم عدد خيوط السدة واللحمة بالشكل ده، تمام؟ احنا كده رقمنا خيوط السدة. دلوقتي هنرقم خيوط اللحمة بالشكل ده.
وبعدين هنملى التركيب النسجي. التركيب النسجي طبعا هنملاه من تحت على الشمال، نبتدي من تحت على الشمال بطريقة تبادلية، ممكن عشان ما نتلخبطش هنبدأ مع أول فتلة سدة، هتبقى 1 باي 1 يعني ايه، واحد على واحد، علشان كده التركيب النسجي السادة ده اتسمى تركيب نسجي واحد على واحد، يعني الخيط بتاع السدة بيطلع فوق اول لحمة تحت تاني لحمة فوق تالت لحمة تحت رابع لحمة وهكذا. فاحنا هنقدر نملاها بالطريقة دي عشان ما نتلخبطش، هنمسك فتلة فتلة من خيوط السدة ونبدأ نملى التركيب النسجي بالشكل ده بطريقة تبادلية. هي بتبقى شبه يعني زي شبه الشطرنج شوية، مفيش مربعين جنب بعض فيهم نفس العلامة، كلهم بالتبادل، خيط السدة الأولاني فوق تحت فوق تحت فوق تحت، خيط السدة التاني تحت فوق تحت فوق، وبنكررها يعني على طول بقى التكرارات اللي احنا عايزين نعملها. هنرسم دلوقتي السيرفس ابيرنس للبلين ويف، والسيرفس ابيرنس المقصود بيها هو المظهر السطحي للتركيب النسجي. في البداية هبدأ أحدد مكان خيوط السدة، هكتب هنا رقم واحد، وبعدين هاجي في المربع اللي بعديه هسيبه فاضي، وبعدين هكتب في المربع اللي بعده رقم اتنين. يبقى أنا عندي هنا الخط الرأسي ده هو فتلة السدة الأولى، والخط الرأسي التاني هو فتلة السدة التانية. هبتدي أحدد خيط السدة بالشكل ده وهديله اللون الأحمر بالشكل ده. احنا دايما هنعبر باللون الاحمر عن خيوط السدة. دلوقتي هنبدأ نحدد خيوط اللحمة، فهاجي عند المربع ده كده وهديله رقم واحد، دي هتبقى فتلة اللحمة الاولانية، وهسيب برضو المربع ده فاضي، وهاجي في اللي بعدها هكتب اتنين، وده هيبقى الخط الافقي ده هيبقى فتلة اللحمة التانية. خيوط اللحمة هيبقى لونها ازرق، انا دايما هعبر عن خيوط اللحمة باللون الازرق بالشكل ده. ادي فتلة اللحمة التانية كمان هتاخد اللون الازرق. دلوقتي انا عندي مجموعتين الخيوط هما فوق بعض، اللحمة فوق السدة، مفيش اي تقاطعات ما بينهم. انا دلوقتي عايزة اترجم الكانفاس ده او الرسمة دي او الريبيت يونت بتاعت البلين ويف دي على السيرفس ابيرنس. لو احنا جينا هنا بصينا للتقاطعات دي، النقط الأربعة دول هما بيمثلوا لي التقاطعات ما بين خيوط السدة وخيوط اللحمة، والأربع مربعات دول هما اللي موجودين هنا في الكانفاس. فأنا هبدأ دلوقتي أترجم كل مربع من المربعات دول على حسب الحركة اللي واخدها هنا في التركيب النسجي ده، تمام؟ همسك المربع الأولاني اللي هو المربع ده، المربع ده هو المربع ده، فأنا عندي هنا أول مربع فيه علامة، معنى كده إنه الوارب هو اللي فوق، يعني وارب أوفرلاب. بما إن فتلة الوارب هي اللي فوق، فاللون اللي هيظهر لي المفروض في المربع ده هو لون خيط السدة، فلون خيط السدة أحمر، فأنا دلوقتي هبتدي أملاه باللون الأحمر بالشكل ده. يبقى أنا هنا عملت في النقطة دي وارب أوفرلاب، تمام؟ والفتلة اللي بعدها زي ما أنتوا شايفين عندي أهو المربع ده هو المربع ده، والمربع ده فاضي، ده معناه ويفت اوفرلاب، يعني لون فتلة الويفت هي اللي باينة، يعني انا هنا كده اللون الازرق عندي هو اللي باين، يبقى انا هسيبها زي ما هي. يبقى انا كده ظبطت حركة خيط السدة الاولاني، فوق اللحمة الاولانية وتحت اللحمة التانية. نفس اللي عملناه في الفتلة الاولانية للسدة هنيجي نعمله في الفتلة التانية للسدة. هنيجي هنا عند أول مربع اللي هي أول نقطة التقاء أو تعاشق ما بين خيوط السدة واللحمة، أو خيط السدة التاني واللحمة الأولانية. هنا هنلاقي عندنا المربع هنا فاضي، ده معناه إن ويفت أوفرلاب، يعني لون فتلة الويفت هي اللي باينة، يعني المربع ده هيبقى لونه أزرق. نيجي عند المربع الرابع، هنيجي هنا هنلاقي قصاده المربع ده، المربع هنا فيه علامة، ده معناه ان وارب اوفرلاب، يعني لون فتلة الوارب هي اللي باينة، فالمربع ده هياخد اللون الاحمر بالشكل ده. احنا كده ظبطنا حركة فتلة السدة التانية تحت اول فتلة لحمة وفوق الفتلة التانية للحمة. بالشكل ده احنا عملنا السيرفس ابيرنس
للبلين ويف ستراكشر. اللي قدامنا دي ثلاث تكرارات للبلين ويف ستراكشر. زي ما انتم شايفين عملناها على 6 خيوط للسدة و6 خيوط للحمة. في البداية رسمنا الكانفاس وبعدين عبرنا عنه بالسيرفيس ابيرنس زي ما عملنا الريبيت يونت الواحدة للبلين ويف، عملناها بس على 6 خيوط وبدأنا نرقم الخيوط بالشكل ده، خيوط الوارب وخيوط الويفت، وبعدين مسكنا كل بيندينج بوينت أو كل نقطة التقاء خيط صدى بخيط لحمة وبدأنا نشوف العلامة بتاعته هنا في الريبيت يونت أو في الكانفاس، وبدأنا نترجمها بنفس الطريقة اللي عملناها في الريبيت يونت. التكستشرال ستابيليتي اوف بلين ويفز او ثبات التركيب النسجي الساده، وده بيكون ليه علاقه شويه بالملمس والمظهر السطحي للقماش. الفيرمنس كلمه معناها الصلابه او التماسك. الفيرمنس بالنسبه لاي تركيب نسجي بتعتمد على عدد البيندنج بوينتس او النقاط التشابك ما بين مجموعات خيوط السده واللحمه. كل ما زادت عدد التقاطعات كل ما زادت صلابه وتماسك القماش المنسوج. وطبعا التركيب النسجي الساده زي ما قلنا انه من خصائصه انه في اقصى عدد من التقاطعات اللي ممكن تكون موجوده في تركيب نسجي، وبالتالي فإن القماش المنسوج بالتركيب النسجي السادة بيعتبر أكثر صلابة وتماسك من الأقمشة المصنوعة من التركيب النسجية التانية. Range of textures produced in plain weaves. مصطلح التكستشر مرتبط بنوع الخامة وسمك الخيط ووزنه وملمسه وأي خصائص تانية بتأثر على إحساسنا بالقماش. القماش المنسوج بالتركيب النسجي البلين بيتميز بأننا نقدر يعني نحصل منه على مجموعة من الملامس المتنوعة عن طريق تغيير خصائص الخيوط المستخدمة سواء كانت خيوط السدة أو خيوط اللحمة. ممكن ننتج أقمشة بالتركيب النسجي السادة أو البلين ويف ستراكشر تكون متعددة الملامس والمظهر السطحي عن طريق 1- تغيير شد الواقع على خيوط السدة واللحمة في النول أثناء عملية النسج. رقم 2- استخدام خيوط متعددة السمكات لإنتاج أقمشة مختلفة. رقم 3- استخدام خيوط سدة ولحمة متنوعة في السمك لنفس القماش. الاند يوزز زي ما قلنا ان التركيب النسجي البلين بيستخدم على نطاق واسع، ومن اشهر الاقمشة المصنوعة من التركيب النسجي السادة هي اقمشة الكامبريك او المسلين، وهي انواع من الاقمشة القطنية، البلانكت وهي اقمشة بتستخدم في صناعة الاغطية، الكانفاس وهي اقمشة مصنوعة من الكتان، الدوتي او الساري وهي اقمشة هندية، التشيرتينج القماش المستخدم في صناعة القمصان، والسوتينج هو قماش الجوخ.